أفاد مصدر خاص في ريف حلب الشرقي لحلب اليوم بمقتل شاب من أبناء مدينة منبج تحت التعذيب بعد اعتقاله من قبل وحدات حماية الشعب يبيجي التابعة للقسد. وأوضح المصدر أن قوات يبيجي اعتقلت الشاب عارف حسن الأحمو قبل يومين قرب جسر قرة قزاق، مضيفا أن جثته عثر عليها اليوم في حالة حرق كاملة. وأكد المصدر أن الشاب مدني ولديه إعاقة في أحدى قدميه، وكان يقيم في ولاية إسطنبول التركية، مشيرا إلى أنه كان قد دخل إلى سوريا خلال إجازات العيد وبدأ العمل مع والده في بيع الخضار. هذا وحصلت حلب اليوم على تسجيل يظهر احتراق جثة الشاب بالكامل، وتعتذر القناة من عرض المشاهد لقساوتها.